السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لتتمة الدرس الرابع والأخير من الوحدة الثانية، استعمال التقنية الاعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق الأعداد من 0 إلى 999، المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. أستثمر، إذا أستعمل الصفائح وأكمل. إذا نستعمل الصفائح ونكمل. 600 مكعب ناقص 400 مكعب، إذا لدينا 1 2 3 4 5 6 ناقص 1 2 3 4، تبقى 200. 60 10 ناقص 40 20 10، 20 10. 6 ناقص 4، إذا 6 ناقص 4 2. 6 صفائح ناقص 4، إذا 2 صفيحتان. لنكمل. 600 ناقص 300، إذا 6 صفائح ناقص 3 صفائح، 1 2 3، تبقى 3. إذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 6 ناقص 3 3. 60 ناقص 30، إذا 0 ناقص 0 0، 6 ناقص 3 3، 6 ناقص 3 3. إذا نفس الطريقة. 900 ناقص 700، إذا 9 صفائح ناقص 7 صفائح، إذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 9 ناقص 7 2. 0 ناقص 0 0، 9 ناقص 7 2، 9 ناقص 7 2. 900 ناقص 700 200، 90 ناقص 70 20، 9 ناقص 7 2. بكم يزيد عدد الأطفال والطفلات عن عدد الكبار في حديقة الحيوانات؟ 900 طفل وطفلة، 600 شخص كبير و 600 شخص كبير. إذا 900 ناقص 600، 9 ناقص 6 3، إذا 300 300. إذا 900 ناقص 600 تساوي 300، 9 ناقص 6 3. أنجز العمليات. إذا 2 ناقص 1 1، 2 ناقص 1 1، 7 ناقص 5 2، 7 ناقص 3 4، 9 ناقص 7 2، 8 ناقص 6 2، 5 نطرح منها 2 3، 3 نطرح منها 1 2، 4 ناقص 3 1، 7 ناقص 5 2، 9 ناقص 6 3، 9 ناقص 6 3. 8 رقم 4. ما هو عدد الكلل الزرقاء يتوفر عادلا على كلل زرقاء وكلل حمراء؟ العدد الكلي للكلل هو 286، منها 134 كل حمراء. إذا نأخذ 286 نطرح منها، إذا 134، لنتعرف عن عدد الكلل الزرقاء نضع العملية عموديا. 186 ناقص 134، 6 ناقص 4 2، 8 ناقص 3 5، 2 ناقص 1 1. إذا عدد الكلل الزرقاء 152 كلها. السؤال الخامس. أحيط بخط العملية الخاطئة وأصححها. أنجز أحمد وعلي عملية الطرح على الشكل التالي. إذا 89 ناقص 7 هنا خطأ في الوضع، إذا خطأ في الوضع. الوحدات تحت العشرات، ونحن يجب أن نضع الوحدات تحت الوحدات، إذا هذه عملية خاطئة، سنقوم بتصحيحها ونضعها بشكل صحيح. إذا 8 ناقص 5 3، 6 ناقص 6، هذه العملية صحيحة. إذا 89 ناقص 7، 9 ناقص 7 7، 8 9، إذا 2، 8 ناقص لا شيء 8.
إذا سألت، أتمرن من جديد، سألت سلمى متعلمي القسم الثاني عن المشروب المفضل لديهم ودونت النتائج التي حصلت عليها في هذا الجدول. عدد الأصوات واسم المشروب، إذا الحليب حصل على 49 صوتا، عصير البرتقال 37 صوتا، عصير البرتقال 37 صوتا، عصير التفاح 28 صوتا. بكم يزيد عدد من يفضل الحليب عن عدد من يفضل عصير البرتقال؟ إذا سنأخذ عدد الذين يفضلون الحليب الذي هو 49، نضع العملية أفقيا ونطرح منه عدد الذين يفضلون عصير التفاح اللي هو 28. إذا 49، نضع العملية في جدول العد، 49 ناقص 28، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، 9 ناقص 8 1، 4 ناقص 2، إذا 2، 3 4، إذا 2. إذا يزيد عدد الذين يفضلون الحليب عن عدد الذين يفضلون التفاح ب 21 طفلا، إذا 21. إذا بكم ينقص عدد المتعلمين الذين يفضلون عصير البرتقال عن عدد الذين يفضلون الحليب؟ إذا سنأخذ عدد الذين يفضلون الحليب دائما، لأننا خلال عملية الطرح العدد الكبير نطرح منه العدد الصغير. إذا عدد الذين يفضلون الحليب الذي هو 49 طفلا أو تلميذا متعلما، ونطرحه من عدد الذين يفضلون عصير البرتقال الذي هو 37 متعلم. إذا 49 ناقص 37، دائما الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، 9 ناقص 7 7، 8 9 2، 4 ناقص 3 4، نطرح من 3 1، إذا 12 متعلما. أتذكر لدى البائع 78 كرة، باع منها 35، كم بقي عنده من كرة؟ لإيجاد العدد المطلوب أضع وأنجز 78 ناقص 35. إذا أضع العملية عموديا مع احترام الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، 78 ناقص 35، أطرح الوحدات من الوحدات، 8 ناقص 5 3، إذا في دار الوحدات، 7 ناقص 3، نطرح 7 ناقص 3 4، ونكتبها في دار العشرات، إذا 78 ناقص 35 تساوي 43، الوحدات لزينيتي، العشرات لديزان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.